في عمق الصحراء الأمريكية، وبالضبط بصحراء نيفادا، تقع المنطقة 51، وهي سر لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي قاعدة في الصحراء عملاقة وشاسعة والتي لم يعترف بها، وظلت الحكومة الأمريكية تتهرب وتتنصل في كثير من الأحيان لما يقارب من 60 عاماً، حتى في غشت أغسطس 2013 عندما اعترفت وكالة المخابرات الأمريكية أخيرا أن هذا المكان هو حقيقي، فهي منشأة عسكرية للقوات الجوية الأمريكية التي يوجد عليها حراسة مشددة. وبصرف النظر عن الأشخاص الموجودين في الداخل، لا أحد يعرف ماذا يحدث في هذا المكان. المنطقة 51 هي واحدة من الأماكن الأكثر تقييدا على هذا الكوكب والأكثر حراسة، ولكن السؤال، لماذا تحاول الحكومة الأمريكية إبعاد هذه المنطقة عن المواطنين وعن الناس؟ فقد ظهرت الحقيقة في وثائق سرية نشرت في أغسطس 2013، ووفقا لتقارير وكالة المخابرات الأمريكية، تم إنشاء المنطقة 51 عام 1955 زمن الحرب الباردة لغرض واحد، وهو اختبار مشروع الطائرات السرية، وأطلق عليه اسم أكواتون، ولذلك كانت تعتبر هذه المنطقة محظورة ومن أسرار العالم الكبرى التي ظلت محظورة إلى اليوم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.